ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف المحلل السياسي مبارك العاتي. سيد مبارك، إذا كما هو واضح من التقرير السابق فإن العلاقات القطرية الإسرائيلية ليست بجديدة ومعلنة على نطاق واسع، كيف من الممكن أن تستقيم هذه العلاقات مع الإدعاءات القطرية بدعم القضيات الفلسطينية وحقوق شعبه المسلوبة؟ مساء الخير لك أختي ولكافة المشاهدين، وأتمنى أن يكون صوتي واضحا عبر الهاتف. واضح سيد مبارك. حقيقة أن السلطات القطرية، وكما أشار تقريركم بكل وضوح، يعني من أوائل الدول الحقيقة المتاجرة بقضايا الأمة العربية ككل، وليس القضية الفلسطينية فقط. بكل تأكيد القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى للأمة الإسلامية بأكمله، ومع ذلك لم تسلم هذه القضية من الابتزاز القطري ومن محاولة استغلال هذه القضية المصيرية في سبيل تحقيق مصالح خاصة لسلطات الدوحة عبر إقامة أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية مع نظام الفصل العنصري الصهيوني، مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بكل صلفها وبكل وضوحها وعنصريتها، وخصوصا بقيادة رئيس الوزراء الحالي نتنياهو المعروف بتشدده وتصلبه ضد الحقوق الفلسطينية. غير مستغرب أبدا أن تقوم مثل هذه العلاقات المتناغمة بين سلطات الدوحة وبين سلطات تل أبيب، وأعتقد أن ورغم أن الدوحة حاولت أن تجمع المتناقضات من خلال إقامتها علاقات مع السلطة الفلسطينية، ومن خلال إقامة علاقات أيضا مع نظام تل أبيب، ثم إقامتها أفضل العلاقات أيضا مع منظمة حماس، وهي التي حاولت عبر هذه المنظمة شق الصف الفلسطيني وإضعاف الصوت الفلسطيني وجعل القضية الفلسطينية منحصرة في خلاف وشقاق فلسطيني بيني، ثم السماح لمنظمة حماس بأن ترتمي في أحضان نظام الملالي في طهران، وهذا بكل تأكيد ألقى بظلال من الريبة حول مستقبل العمل الفلسطيني، والذي دفع ثمنه الحقيقة القضية برمتها وباتت من الملفات المنسية بحكم الأطماع القطرية المتناغمة الحقيقة مع أطماع إيرانية وإسرائيلية. نعم، تحدثت عن الأطماع الإيرانية وعن حزب الله. التشابك بين الأطراف التي تتمتع جميعها بعلاقات طيبة مع الدوحة، ولكنها في ذات الوقت تظهر عداء معلنا لبعضها، ونتحدث هنا عن مثلث حزب الله وإسرائيل وجماعة الإخوان المسلمين، كيف يمكن فهمه؟ وهل من الممكن أن تكون الدوحة هي نقطة التقاء هذه الأطراف الإرهابية؟ كل نقطة الالتقاء لرأس المثلث الذي أشرتم إليه هي هدم وأمن واستقرار الدول العربية الكبرى، خصوصا مصر والمملكة العربية السعودية، خصوصا الآن أن سوريا والعراق باتتا تحت الاحتلال الإيراني بمباركة روسية وغربية، وبدعم بكل أسف بدعم قطري. هذا المثلث الذي الآن يتهدد منطقتنا العربية، أعتقد أن نقطة ارتكازه هي الدوحة القائمة على الدعم المالي الرهيب الحقيقة من خلال الصندوق السيادي القطري الضخم، ومن خلال بعض التمثيليات السياسية التي قد تلعبها الدوحة من خلال إطلاق سراح بعض السجناء أو بعض الرهائن في سبيل دعمها بمليار دولار، كما حصل في العراق أو ما حصل في سوريا من خلال دعم جبهة النصرة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية التي دفع ثمنها المواطن السوري عبر شق عباب البحر كالأجان إلى أوروبا، أو عبر نزيف الدم السوري، أو رمي العراق كبدل بلد محتل في يد الصفوية. ثم هذه تتناغم كثيرا مع أطماع إقامة ما يسمى أو ما يزعم بدولة إسرائيل الكبرى، التي تتناغم أيضا مع أطماع قطر في زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات في سبيل تحقيق ما ترنو إليه قطر من تقسيم منطقتنا العربية، غير عابئة الحقيقة بمصالح الشعوب العربية وغير عابئة بالمصالح العليا لمنطقتنا ولأمتنا العربية ككل. نعم، السيد مبارك العاتي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.